لكل مكونات النظام ورموزه، وبإذن الله وتعاونكم وصبركم حتى تصل ثورتكم المباركه إلى مبتغاها. مواطنين الشرفاء لزاما علينا أن نحيي شبابنا وأهلنا جميعا الذين سطروا مجدا وتاريخا وضربوا أروع الأمثله في الوطنيه وخاصة المرأة السودانيه. من خلال تطبيقهم لشعار سلميه الثوره وقد وضح ذلك وقد وضح ذلك جديه الشباب والشابات ووطنيتهم واخلاصهم لهذا التراب ونحيي فيهم هذا الانضباط والوعي الثوري ونطلب منهم ان نستكمل سويا انفاس شعارات الثوره من حريه سلام وعدالة لزاما علينا ان نترحم على ارواح الشهداء الذين روت دماءهم غرسكم الذي نبت الآن ونزل الله أن يشفي الجرحى الشعب السوداني الكريم حتى يتهيأ المناخ لاستكمال مشروعكم المبارك لبناء دولة المؤسسات نعلن الآتي إلغاء حالة حظر التجوال إطلاق سراح المحكوم عليهم فورا بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر في التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة الاهتمام اللازم بترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان. إنهاء تكليف ولاة الولايات وتكليف غازة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير مهام الولايات. الدعوة المفتوحة لح لح للحوار لكل أطياف المجتمع السوداني وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني. التأكيد الصارم على وقف إطلاق النار في كل أرجاء السودان تجد الدعوة لحاملي السلاح للجلوس والتحاور للوصول إلى إغرار السلام والتعايش السلمي وفق أسس ومعايير جديدة مواطنين الشرفاء سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة وتشكيل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع كذلك يلتزم المجلس العسكري الانتقالي بإرساء دعم حكم مدني قويم وفقا للآتي فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية تشكل من قبل الشعب إعادة هيكلة ومراجعة مؤسسات الدولة المختلفة من وزارات ومؤسسات وهيئات وخلافه لما يتفق والقانون الالتزام التام بمحاربه الفساد ومحاسبه كل من افسد او ساعد في الاضرار بالاقتصاد او الحياه الاجتماعيه وتفكيك كل الواجهات الرسميه والحكوميه التي كانت تقوم على المحسوبيه والمحاصصه الحزبيه ومحاسبه كل من يثبت تورطه في سفك الدماء وقتل الابرياء من المواطنين الشرفاء مواطنين الاوفياء ينحصر واجب المجلس العسكري طيلة الفترة الانتقالية في الآتي التأكيد على سيادة حكم القانون واستغلال القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية توفير وحفظ الأمن وبسط الطمأنينة للوطن والمواطن إزالة كل القيود والحواجز التي تعيق العمل الحر مع إشاعة روح المساواة والتسامح بين مكونات المجتمع السوداني العمل على توفير الخدمات التي تعين المواطنين على الحياه والعيش الكريم تهيئه المناخ السياسي لكل مكونات المجتمع لبناء وتكوين احزاب وتنظيمات لممارسه انشطتهم السياسيه والمهنيه التي تفضي للانتقال السلمي للسلطه مواطنين الشرفاء يحيي المجلس العسكري شرفاء السودان شبابه وشاباته ومكوناتهم الذين وقفوا على مصلحه السودان وضحوا من اجل ذلك بالارواح والانفس من احزاب ومنظمات وجماعات ومكونات مهنيه وخلافه. المواطنين الكرام نطلب منكم مساعدة المساعدة في العوده الى ممارسه الحياه الطبيعيه كما ندعو الاحزاب السياسيه وقوى التغيير والجماعات والمنظمات بان يتعاملوا مع هذه المرحله بتجرد ووطنيه وإعلاء الغيمة الوطنية وبلا شك أنتم الآن أجدر وأغوى للقيام بذلك من أي وقت مضى هنا لزاما علينا نجد التحية لمنسيبي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع الذين هم مكون أساسي منها والقوات النظامية الأخرى على وقوفها التام والدائم من أجل حفظة حفظ وصيانة أمن السودان التحية لشرفاء القوات المسلحة وكل جنودها المرابطين في الصغور وهم يزودون عن السودان التحية لكم المواطنين والمواطنات أبناء شعب الأعزاء الكرام الشرفاء الذين صبروا وتحملوا وما زالوا يتح... يتو... يواصلون المسير لبناء الأمة السودانية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.